يا شباب إن أرطت إصبعتي بباب السيارة وأنا رايح على البيت، لوين رايح؟ على البيت. حلو. ورمت إصبعتي، يا لطيف، أكبر صارت من باب السيارة. لك أنا اللي عم يقتلني إنه ليش ما كانت تفوت على البيت؟ إيه أنا قصتي أفظع من إصبعتك. أنا يا شباب مرة وأنا نازل من البيت، ايه احيانا واحد بنزل من البيت وأنا نازل من البيت بقدام البيت ايش فيه؟ ايش فيه؟ شارع. ايه وأنا نازل على الشارع واشوف لك الأولاد عم بلعبوا بالفطبول. شو؟ لك شغلي اكبر من فهمك وفهمه. فطبول. طيب إيه. ويا شباب واحد يدق شوطة وتجي فصط عيني. يا شباب جامني جام ورمت ايه على قد ما ورمت يا شباب وكبرت لك ما عاد احسن اشيل راسي من على المخدة. انا قصتي ارجل من اصبعتك ومن عينه. بزمناته التطيت بالكهرباء لك شو لطا. الله لا يورجيكم. لك أني تريفاز، أني توتر عالي. لك من كتر ما تكهربت طلعت صورتي بالفاتورة. ودفعتها؟ ايش هو معه يدفع؟